هل الأزمة اللي احنا فيها مستحكمة صعبة ولا قابلة للتصدي؟ أنا بقولش للحل. لا الأزمة، الأزمة صعبة مفيش كلام، لأنه ما يقدرش حد يهول منها دلوقتي، عالميا مشكلة ومحليا مشكلة. لكن أنا همشي في كلام حضرتك، احنا مش هنحل الأزمة العالمية. هل ممكن نواجهها ونتعامل معاها ونقلل من عبئها علينا؟ آه طبعا ممكن، ومرة أخرى الاستثمار هو الحل. أيوة فندم، ولكن دائرة الاستثمار بشكلها حتى الحالي أو بشكلها المأمول من خلال الكلام عليك بتقوله هتاخد وقت. الآن في أزمة شديدة، هل نقدر نواجه هذه الأزمة؟ لأنه الحقيقة بتتكلموا ده، تعرف الاستثمار ده مسألة برضو، يعني الراجل جاي وحيبني مصنع وحيدخل الفلوس، وبعدين على ما يطلع الاعتمادات وعلى ما يعني سايكل طويلة جدا. احنا بنتكلم على الناس بتعاني ومن هنا لآخر السنة، هل في شيء ممكن الدولة تعمله؟ معلش هرجع أقول الاستثمار تاني ليه؟ لأن أنا ما أقصدش بالاستثمار واحد جاي لسه بيخبط على الباب وبيقول لو سمحتوا أنا عايز أعمل مصنع. آه أنا مع حضرتك، ده اللي هيعوز سنتين ثلاثة. اتعامل مع الاستثمار اللي قائم دلوقتي، اللي له طلبات، اللي عايز يتوسع، اللي عايز يزود، اللي عايز يعين، هو ده اللي لازم نمسك فيه زي ما بيقولوا بإيدينا وسناننا. اللي عنده أي سبب يخليه أولا يستمر، أصلا أنت عايز اللي موجود ما يقفلش وما يمشيش نص العمالة. فلازم نتعامل مع طلبات المستثمرين اللي موجودين اللي بيشتغلوا بالفعل، هم دول اللي أقصدهم بالقريبين. خليني أدخل مدخل مختلف، لأن الموضوع ما هوش كله إجراءات وبيروقراطية وجهات ومش عارف إيه. خلينا ندخل مدخل مختلف خالص، هو إيه اللي يخلي الاستثمار في أي بلد أفضل ومناخه أفضل؟ إذا هنختار كلمة واحدة بس، هو اليقين. اليقين، أنا بقى عارف أنا داخل على إيه. يعني أنا ممكن أشتغل في بلد الضرايب فيها 20% وممكن أشتغل في بلد الضرايب فيها 30%، بس المهم ما اقدرش اشتغل بالظبط، ما اقدرش اشتغل في حته الضرايب فيها 22.5%، لكن يا عالم اللي ممكن يحصل بكره. هو ده المفتاح، ده اللي احنا محتاجينه. ما اقدرش اشتغل، ممكن اشتغل في بلد الترخيص فيها بياخد شهرين، وممكن اروح في بلد الترخيص بياخد 4 شهور، لكن ما اقدرش اروح في حته اقول الترخيص امتى، يقولوا لي والله ربنا يسهل. انت وحظك بقى. عايزين نستعمل مفتاح اليقين ده، كل حاجه تزيل جزء من الغموض اللي يخليني داخل على حاجه مش عارفها، كل حاجة هتشيلها من دول هتحل حل كبير قوي. خلينا في السؤال الصعب. اتفضل. هل الجهاز الإداري المصري أو الوزراء القائمين على هذا العمل مؤهلين إن هم يقدروا يعملوا هذا التغيير السريع؟ يعني أنا أقدر بسرعة ألم مثلا الناس صناع الأغذية، أنتوا ناقصكوا كذا كذا كذا، أدي الحل. هل إحنا عندنا ال 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 الفرصة دي؟ هل عندنا حد ممكن يعمل لده؟ أو مثلا ناس بتوع حديد كانوا عايزين أرض زيادة، ناس استثمار سياحي عايزين نوفر لهم أراضي بسعر منخفض، اللي عايز يجيب مكان من برة نفتح له اعتمادات، هل إحنا نقدر نعمل ده؟ آه نقدر نعمله، نقدر نعمله، ومش مش في وقت طويل. وأنا مش بعلق هنا على الأشخاص، بعلق على مؤسسات. حضرتك قلت لي الموظفين، أنا يهمني الموظفين. الموظفين في هذه الدولة عندهم خبرة وعندهم معرفة عميقة جدا، وعندهم خبرة مهمة جدا كمان، إنه هو إيه المطلوب بالظبط، إيه التوجه اللي أنا ماشي بيه النهاردة. لما كل موظف يبقى على رقبته سيف، إنك لو غلطت، لو طلعت موافقة وطلعت مش في محلها تبقى فاسد، لو طلعت حاجة بسرعة شوية تبقى بتجامل، يشتغل إزاي؟ فأنت حولت الموظفين في الجهات كلها إلى أولاً جهات رقابة كلها، وده مش مظبوط. أنت كل بلد فيها جهة بتراقب وجهة بتسهل، مش كده ولا إيه؟ لما يبقى كله يعني لما يبقى كله بيراقب، يعني وزارة الاتصالات من وقت المرحوم الدكتور طارق كامل عمل جوه وزارة الاتصالات حاجة اسمها مرفق تنظيم الاتصالات، ده بيراقب، وجهاز آخر لترويج الاستثمار في قطاع الاتصالات، ده شغلته بوليس، وده شغلته يبيع. ما تقدرش مرة واحدة ترعب الناس كلها فيبقى كل اللي بيشتغل في الأجهزة الحكومية رقيب. هي محتاجة توجيه. زيادة توجيه. مين اللي هيعمل ده؟ ده توجيه، ده توجيه، ده إحساس الناس بتحس بيه، ده تعليمات يعني بتروح للناس. دي وظيفة مين؟ رئيس الوزراء ورئيس رئيس الوزراء والحكومة ووزيرة الصناعة طبعًا. وزير الصناعة، يعني دي وظيفة طبعًا. مين؟ وظيفة كل هؤلاء، و يعني عشان كده بنقول في توجيه في البلد، في اتجاه البلد تاخده، إن إحنا مقتنعين فعلاً بإن الاستثمار هو الحل،
وانه ازاله المخاوف دي هو ايه الحل، وان اليقين هو المفتاح، وان الناس تاخد حريتها، وان الموظفين يغلطوا وما يجراش حاجه. ده توجه، مش كل حاجه اصلها. شوف استاذ عمرو اللي عايز اقوله ايه، مش كل حاجه حلها في قانون او في لائحه او في انها نغير الماده كذا والماده كذا. في حاجات محتاجه التوجه يبقى كده، اهو الرساله دي تتقال وتتنفذ، ولما موظف يغلط رئيسه يقول له انا واقف معاك. ده توجه. التوجه ده حاجه غير القوانين واللوائح والسياسات. ايوه، ازاي هتغير مخ الناس كده؟ يعني انت بتتكلم على اجهزه بقالها مثلا 20 30 سنه بتفكر بطريقه معينه، ازاي متخيل ان انت يعني ما دام ما دي حل في الدور الثالث اللي معاه الختم ديت، ازاي هتبتدي تغير طريقه تفكيرها انها لا هتمشي الامور بسرعه، هتتفهم اكتر، هتبقى واقفه مع المستثمر، هتعمل ده ازاي؟ انا اشتغلت مع مدام مديحه ومديحات اخريات كتير في هيئه الاستثمار 3 سنين، وكانت تجربتي كده. انت اول حاجه بتقولها يا موظفين في هيئه الاستثمار، اللي هيغلط ما لم يكن هناك فساد ورشوه ومش عارف ايه، اللي هيغلط انا مسؤول عنه، انا هدافع عنه. لا، ده يتعمل. الموظفين قادرين على التعامل بشكل مختلف تماما. التوجه هو اللي لازم يتظبط، الحافز التهديد يقل، التشجيع يزيد. ده يتعمل يا استاذ عمرو.